بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أحيي جميع المغاربة بتحية الإسلام وأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأعزي نفسي وأعزي جميع المقاربة وأقول لهم إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم صبرنا وصبركم في هذا المصاب الجلل، هذا الطفل الذي زعزع العالم بأسره ولطف القلوب الخشينة والقلوب الضعيفة، كلها لطفت وكلها تآزرت وتساندت. هذا الطفل هذا حيا، فكرنا في واحد الزمان سبحان الله اللي كانوا تعودون عليه والدينا، الزمان الجميل اللي كانوا المغاربة خبزات يقسموها بيناتهم. الحمد لله شفنا هذا الشيء اللي راه باقي، الحمد لله شفنا المغاربة أنهم باقيين تيتساعدوا وباقي الحمد لله فيهم الخير. شفنا الحمد لله التآزر، الناس بغى تضحي بنفسها، ما شاء الله وصافي. أشكر كل مغربي حر ساهم في إنقاذ الطفل ريان، وأقول له جزاك الله أفضل الجزاء وأجرك عند الله سبحانه وتعالى، وهو مكتوب ومحسوب، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الحمد لله الأجر ديالكم راه تقيد عند الله سبحانه وتعالى، وكل من ساهم في الحفر أو ساهم من في المؤازرة والوقوف بجانب العائلة فأجره عند الله محسوب. الله سبحانه وتعالى غادي يجازيهم غدا يوم القيامة، يوم لا ينفع لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان الله، الطفل زعزع العالم كامل، وهذا تيتسمع عصفور الجنة إن شاء الله، وباقي صغير الحمد لله لا يفقه شيئا، طفل ملائكة راح عصفور الجنة ما شاء الله. إن شاء الله شوف تلك الغريق شهيد والمردوم شهيد، وراح هذا الطفل شهيد، والشهيد متواه في الجنة والحمد لله، متبوئ بمقعده، المقعد دياله الحمد لله بان، المقعد دياله هو الجنة الحمد لله. فهذا فرح ماشي حزن، بالعكس ما نحزنوش، راح من هو أفضل من ريان، من هو أفضل من ريان، ومن هو أفضل من أبي وأمي وسيد الخلق حبيب الله شفيع الأمة سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ما خصناش نحزنه، بالعكس خصنا نفرح أنه راح إلى الجنة، راح إلى دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وراح إلى الرفيق الأعلى وهو رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمته، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأن يجعله من عتقاء النار، وأن يكون شافعا لوالديه غدا يوم القيامة، وأن يكون في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، وأن نكون معه ونتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وتحية كبيرة ودائما أقولها إلى أبي المغاربة وملك المغاربة الملك المحبوب سيدنا ومولانا أمير المؤمنين حامل الملة والدين سيدنا محمد السادس، اللهم احفظه يا رب العالمين. هذا ملك المغاربة وأبو المغاربة، ويقف في جميع المواقف ويتدخل في جميع المواقف، ونفتخره كما أقول دائما، نفتخر بك يا سيدي، نفتخر بك يا سيدي، ونحن دائما معك بروحنا ودمنا، ولن ننساك ولن نتخلى عنك، ولو يبقى فينا عرقا واحد سنبقى دائما فدا للوطن وفدا لك يا سيدي
يا محمد السادس، نصرك الله وأطل في عمرك وحفظك وحفظ أسرتك الشريفة. وأشكر جميع المغاربة، كل من ساهم في إنقاذ ذلك الطفل فأجره عند الله محسوب. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، الأجر ديالهم راه كامل الحمد لله محسوب. وتنتمنوا من الله سبحانه وتعالى أي واحد ساهم في هذا الأجر هذا والثواب هذا ولو بكلمة طيبة أن يجازيه الله أحسن الجزاء. والله سبحانه وتعالى راه سميع مجيب للدعوات. اللهم يا سامعا للدعوات، يا من شافيت أيوب ويا من استجبت دعاء يعقوب، يا رب العالمين إني أدعوك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا فلا تردنا خائبين. اللهم يا من خلقت السماوات بغير عمد، اللهم كل من ساهم في إنقاذ الطفل ريان إذا كان مهموما ففرج همه، وإذا كان مدينا فأدي عنه دينه، وإذا كان يا ربي مريضا فاللهم اشفه يا رب العالمين. واللهم احفظ هذا الوطن واحفظ حامل الملة والدين سيدنا محمد السادس، وفقه الله سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه. وتعزية خالصة لوالدي الطفل ريان، وأنا عند المساعدة أي حاجة خصتهم أو أي حاجة ماديا أو معنويا فأنا معهم. النمير ديالي راه عندهم، أي حاجة مرحبا، ما كاينش حتى شي مشكل ماديا أو معنويا فأنا معهم. وأقول لهم صبركم الله، وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الطفل شفيعا لكم يوم القيامة، وأنا أساندكم ماديا ومعنويا في أي وقت، والله شاهد على ما أقول. وتحية خالصة لذلك الرجل الذي اشتهر في مواقع التواصل الاجتماعي بوعلي، الذي أحيا الأصول الصحراوية، وأنا افتخر أني صحراوي من مدينة الرصاني من مولاي علي الشريف. أنا أيضا صحراوي وأرفد الرصاني قراب ماشي بزاف. هذا الشيخ الصحراوي الذي هذا الرجل بوعلي الذي أبهرنا بمجهوداته ووقف ليل نهار، شكر خاص. وكما قلت قبل قليل، إن الله لا يضيع أجر المحسنين وأجره عند الله محسوب، وسيأخذ أجره إن شاء الله في الدنيا والآخرة. وكما أقول لكم دائما يا أحباب رسول الله، واعلم أن خير جنة اتباع السلف الصالح والسنة، واتق الله ترى العجب العجاب. هذا ما أقول لكم يا أحباب رسول الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.